السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع طموح، يعني في الحقيقة، وهو ربط الموانئ الجزائرية بالطريق سيار شرق غرب، ومنها الموانئ الهامة، يعني من مثل ميناء جيجل وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران، وكذلك ميناء الغزوات، وكذلك ميناء في سكيكدا الحروش. اليوم ناخذ مثال على هذه الموانئ. ميناء وهران، وهي في الحقيقة المشاريع هذه كلها حتى ولو ميناء واحد ما كملوا المشروع، ما كملوا التوصيل ديالو الى طريق السيار. كل المشاريع هذا راهي حابسة، يعني حابسة معطلة. نروح نشوف، عندي بعض المعلومات على الميناء تاع وهران، والطريق توصيل الميناء الى اولا الى طريق البريفيريك الخامس، الدائري الخامس، ثم إلى طريق السيارة شرق غرب. وبعض الناس يقولوا باللي يعني اللي تصرحوا، يعني المسؤولين، قال لك ما بقالوش بزاف وكذا وكذا. وهي في الحقيقة الطريق هذا اللي نشوفوه هنا يبدأ من الميناء ويروح إلى الطريق الدائري الخامس. هنا نلاحظ باللي الطريق هذا فيه زوج أنفاق وجسر كبير، يعني جسر عملاق، وفيه زوج أنفاق. يعني وش بقى منه الطريق هذا؟ بقى الجسر الأنفاق، تم الانتهاء من الأشغال في الأنفاق، وبقى الجسر برك، وبقى التعبيد نتاع الطريق اللي راه يعني الكل وراه متراسي مفيني. لكن بما ان الجسر هذا مازال ما بداوش فيه، يعني مازال ما بداوش فيه. نشوف لين الطريق من البداية. هنايا الكولوار يعني تاع الطريق يعني مهيأ، يبقى عملية وضع غطاء نهائي تاع الطريق، تعبيد تاع. وهنا كذلك الجزء هذا كذلك يخص فيه شوية. ثم كان جزء فيه جسر، من الجسر هذاك المفروض يكون راه بداو فيه يعني مع بداية الإشغال، في كل أجزاء يكون يعني للبناء تاع الجسر هذاك يكون يعني البداية فيه. لكن للأسف الأشغال لم تنطلق بعد في هذا الجسر. هنا شوف ما بين الخط هذا والخط هذا، شوف يعني حوالي 500 متر، الجسر فيه 500 متر، نصف كيلومتر. هذا المكان ما زال أشغال لم تنطلق فيه، يعني ما زال يعني فيه وضعوا الأساسات لي بيو، سكون أبل لي بيو، وضعوا لي بيو، لكن بداية الأساسات لم يبتدئون فيها. وإذن المشروع هذا يبقى معطل، وهذا يعني هو مشروع مهم جدا. يعني كل مشاريع يعني تعجيج كذلك، يعني يوصل ميناء جيجل الجنجن اللي هو أكبر ميناء في الحد الآن في الجزائر، يوصل بطريق السيارة شرق غرب. هناك ميناء بجاية كذلك، يوصل ميناء بجاية إلى طريق السيارة شرق غرب. كل هذه الموانئ وميناء سكيكدا كذلك، يعني المؤسف، شيء مؤسف أن هذه كل هذه
الموانئ تبقى إلى يومنا هذا بعد تقريبا يعني 10 12 سنة منذ انطلاق يعني هذا المشروع الطموح حقيقة لتوصيل كل موانئ الشمالية بطريق السيار. كل هذه المشاريع لم ترى النور إلى يومنا هذا، يعني لم تنتهي الأشغال بها إلى يومنا هذا. شيء يعني مؤسف، نتمنى إن شاء الله يكون فيها خير في المستقبل. ملاحظة مهمة نضيفها قبل ما ننهي الفيديو هذا، هو أنه الطريق تم إنشاء طريق تطلع إلى الفروندمار على مستوى فندق شيراتون هنايا، وهنا نلاحظ طريق هذه هنا، هذه هنا فيها زوج أروقة، في زوج يعني أربع أروقة، يعني طريق من النوع الثاني تم إنشاؤها، وهذه إضافة جيدة يعني للمشروع. أترككم مع الصور اللي التقطت حول هذا المشروع في الأشهر القليلة الماضية، والسلام عليكم.